في بل في هوك في فخ، لا تروحين لا تروحين. علمتك بس انت ما تردين. طيب شو اسوي يعني؟ هلا والله، رجعنا لكم في دي بي دي تحدي العجله. طبعا قبل لا يبدا المقطع اتمنى تكون حاط اللايك، واذا ما كنت مشترك في القناه يا هلا والله فيك، نورنا في الضغط على زر الاشتراك وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك المقطع اول باول. لا تنسون من اللايكات يا جماعه الخير، بدعمكم نستمر. وابغى اتكلم في موضوع صار في الحلقه السابقه حقت تحدي العجله القديمه حق سبيريت. في ناس ثلاثة أربعة جوني يقولون أنت ما فزت في تحدي سبيريت. يا جماعة الخير أقسم بالله العظيم إنه ذا الكلام من يوم المقطع إلين يومكم ذا تقريبا ترى مر عليه وقت واجد. اليوم أنا قاعد أصور في اليوم اللي انتهى فيه الدبل بوينت، فيعني له ترى من زمان المقطع. من متى؟ روحوا شوفوا عليه، من تقريبا من أسبوع ونص. ففي ناس كاتبين يقولون إني أنا ما فزت في التحدي. يوم إني سألت واحد ليش؟ قال والله أنت في الجيم الأول كسرت بلد. طيب كسرت بلد في الجيم الأول؟ الجيم الأول أنا فزت في التحدي فيه؟ لا ما فزت في التحدي فيه. طلعت وقتها نية مدري جين طلعت من البوابة وخسرت في الجيم الأول، خسرت في التحدي وعدت الجيم مرة ثانية وما كسرت ولا بلد وفزت في التحدي بجدارة. فأنت يا صاحبي أنت 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 ما أدري تحسب يعني إنه الجيم الأول إذا كسرت في بلد فمعناته إنه خلاص الجيم الثاني ما ينحسب إني فزت بجد. اشتغل ترى أنا طبيعتي أنزل تحديين في القناة، في حال فزت في التحدي من أول مرة دايركت تحدي ثاني، في حال ما فزت في التحدي من أول مرة غرزت جيم جيمين ثلاثة أربعة خلاص أعرف إنه ما يحتاج أسجل تحديين في ذا المقطع، خلاص بنزل لهم تحدي وقصقص لهم أفضل الأقيام اللي كنت قريب منها من الفوز وأحطها في مقطع واحد. يعني أنا ما أدري صراحة ليش يعني جو ثلاثة وأربعة يتكلموا يقول ما فزت في التحدي. يعني أوكي لو في الجيم الثاني أنا كاسر البلت وفايز وقتها من حقك تقول تراك يا وليد أنت صح قتلت أربعة لكن تراك كسرت بلت في الجيم الثاني. جيم هو الجيم الفوز حقك. اما الجيم الاول لا تحسبه من التحدي، الجيم الاول انا وريتك اياه بس لاني انا ما فزت فيه، كنت قاتل ثلاثه وكنت على وشك افوز على الرابع، ولو اني ترى ماسك الرابع وقتها كان وقتها اي من حقك تقول انك ترى يا وليد انت ترى ما فزت في التحدي انك كسرت بلد، لانه فعليا وقتها لو انا ماسك الرابع ترى ما كان عندي اعيد الجيم لانه خلاص مسكت الرابع، كنت سويت تحدي ثاني في نفس المقطع، بس للاسف ما مسكت الرابع واضطريت اني اعيد. فهذه معلومه بسيطه للي ما يعرفها للناس اللي جديدين في القناه، انا في حال فزت في التحدي من اول جيم اسوي تحدي ثاني في المقطع، في حال غرست خلاص اعرف نفسي انه بغرس ساعه ساعتين خلاص ما يحتاج اسوي تحدي ثاني والمقطع يكون طويل مدته ساعه، فاضطر اني الاقيام اللي خسرت فيها في التحدي احاول اجيب لي افضل جيم او افضل جيمين واحطهم مع بعض وانزل لكم اياهم. باختصار هذا نظام السلسله على حسب التحدي، سهل ولا صعب؟ صعب وتوفقت فيه تحدي ثاني بنفس الوقت. بس احس اني تفلسفت واجد، بس هذا ردا للناس اللي تكلموا اني ما فزت في التحدي، الجيم الاول ترى كسرت فيه بلت ما فزت فيه اصلا اوريدي، فالجيم الثاني دخلت فيه ما كسرت ولا بلت وفزت فيه باختصار جديد. ما ادري انا والله ما ادري ايش كتبوا كذا، والله حرفيا يعني يا جماعه الخير اللي يكتبون كذا انتوا ردوا عليهم، علموهم من النظام، علموهم ان الجيم الاول ما له دخل بالجيم الثاني، كيف؟ الله ماني فاهم ايش دخل؟ والله ماني فاهم. صور الله توب، المهم ما علينا، ليتس جو للعجله. يعني من بين كل اللوبيات ما يجونك الا ناس ايطاليين. انا ترى اكره الايطاليين. منو حاط مابوتو هيفن؟ هم الايطاليين. يا اخي اكثر نوعيتين احب ما احب ادخل معهم الايطاليين والعرب حرفيا ما احب ذول النوعيتين ما احب احاول اني اتجنب الين اني اضطر اني اتجرع من المر. صح على فكره زي ما شايفين هذه العجله قدامكم طلعت حاليا، بتقول ليش سويت كذا؟ هذه صراحه فكره جديده فكرت فيها لانه يا اخي يوم اني اشوف مقاطعي انا امل من نفسي. والله يا جماعه الخير ما اكذب عليكم، هلا والله رجعنا لكم كذا كذا بلا 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 وتحدي بعدين تطلع العجله وتدور وتكلم وذا يروح على المقطع يا اخي تقريبا ثلاث دقائق، حرام استثمرها في 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 جيم افضل، والله اقدر اجيب جيم ثلاث دقائق اقصقصه واخليه يطلع حلو يطلع سكره. والله العظيم. على العموم هذه الفكره حقت القصقصه اني اجيب لكم العجله كذا بدايه الجيم، في لها تصويت فوق، اذا تبغوني استمر عليها علموني، اذا تبغوني ارجع نظام الثلاث دقائق القديم ما عندي مشكله علموني، تصويتكم هو راح يكمل. هلا والله ايوه داري انا داري والله العظيم داري اقسم بالله العظيم، يا اني يمكن الحين افصل واترك التحدي عشان بس اوريكم شغلكم حرفيا، لانه دوري النوعيه يا اخي ما ادري ايش اتكلم لك عنهم. على العموم قبل لا اشطح اشكر كل شخص دعمني في تويتر، والله العظيم اللي دعموني في تويتر والله العظيم اني انا اعتذر لكم، والله ما قصروا معي واتمنى يا جماعه الخير ما تقصرون معهم وتتابعونهم. طبعا وانا قاعد العب حاليا قاعد تطلع لكم صور حساباتهم فوق، فاتمنى تدعمونهم ما تقصرون معاهم. تعال اتمنى يا جماعه الخير ما تقصرون معهم نهائيا واشكرهم صراحه شكر من القلب، وانا داري اني مقصر معاكم كثير سواء في تويتر ولا في اليوتيوب، اتمنى تعذروني من القلب، اشكركم صراحه على دعمكم متواصل لي وبس. والله طبعا الصور الان قاعد تطلع
ان شاء الله تعالى اني ما انسى احد منهم يا رب يا رب ما انسى. واذا نسيت احد اتمنى انك تعذرني وتكتب لي في الخاص في تويتر عشان في الحلقه القادمه اضيف الناس اللي ما ضفت اسمائهم. طبعا الادونات اللي داخل فيها في الترابر او ماي جاد اكره الادون ده. الادونات ذي عباره انه كل الادون ذا يخلي الفخ حقي في حال خربوه يشتغل تلقائيا لحاله. طبعا اخونا بالله قال لي ما تنل ولا اكمبر. طبعا انا ما راح اتنل اكمبر بس راح اسلقهم سلق. تعرف كيف تسلق البيض؟ ما جربت تسلق البيض على شو اسمه على الزبده. ها ما حد يحب يسلق البيض على زبده صح؟ وين الطقطقه قبل شوي يا مروع؟ يا مروع يا ربي ليش؟ انا والله قدا يا باشا. تعال 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 انت انت انتوا نظام نظام رعاة البقر. ها عاد انا ما داني شيء اسمه رعاة بقر. ترى انا ما العب العاب رعاة بقر ولا اتابع افلام رعاة بقر. فيعني انا انت اصلا يعني انت كريه حرفيا. انت سرفايفل جيك بشكل عام ترى ما راح يرجع. انا عارف انا مدرك لكم. بص ما اسمع صوتك صبر الله توب لي. ما ابغى اسمع صوتك نهائيا البتة. ما يقدر يطيح بليتات التحدي كذا ويقول لك لا تنل لا تكمبر ويجونك ايطاليين ويقول لك في نهايه الجيم ايزي ايزي. اوكي ليش تقول عيب يا اخي؟ يا اخي قاعد نسجل لا توضحني قدام الناس. العموم العموم وما ادراك ما العموم. الهوك المعموم. نعم اخر حبه للي تحبها. دقيقه حط فخ يا رجال. ما ابطاك الجنيت راح يشتغل داخل وانت ما تبغى تحط الفخ. توجهك ذا تقول انه واحد في واحد هنا الا فيه هذا هو مع السبرنت. بضربك وتطيحينها اوكي. طيحيها روحي. الله معاس الله وياك راح انساك. هيا يا فخ يا ترابر يا مروه. قبل شوي لانك حاطه الفخ كنت ظبطتنا تظبيط. انا نسيت البوبكات زيدر في البدايه. يا نسيته هذا البلت البلت العظيم هذا الجاد بلت. هذا البلت اذا ما تطيح ما راح تمسك احد. يا رب انك تنجر. It was at this moment he knew. He fucked up. جابك عندي. جابك عندي وانا قاعد الحق واحد. وين راحت فينك؟ اي كيلر يعرفوا ايش الايطاليين من لحية حرفيا. والله دركلهم صح. يا رب عاد امسك الجيم. انا يبغالي 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 اجمع فخاخ. لازم لازم اجمع فخاخ صراحة لازم وبقوة. لازم بسرعة اجمع فخاخ لانه اذا ما جمعت فخاخ راح يكون المشكلة لي انا شخصيا. طبعا انا بالادون ذا يا حطيت افخاخ ما يهم. سلام عليهم. بص يلا الشايب ليه يسوي كذا؟ اوكي بلحق الشايب بدمجه عشان اقدر اضبط الثانتوفوبيا. يرفع راسه مسوي فيها اني انا الذي نظر الاعمى الى فني وسمع صممي. نعم خله ماني لو معك انا خليني اروح اعلق ذي. ما شفتيني وانا احط الفخ؟ ليش كذا يا نانسي؟ ابلع تبغى تطيح علي البلت. هذه بوسة بوسة لك من القلب. بوسة لك من القلب يا صاحبي. اشكرك على دعمك المتواصل لي لانك مسوي فيها المدرك مسوي فيها انا الذي نعم يا رجال. تعال بس تعال تعال بس تعال تعال بس. والله لو مو تنل والله لو مو تحدي قال لا تنل اوريك ان الله حق. بسحب بعيد. لا 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 يا جماعة الخير هذه حقلة تنلها. لا تلوموني لا تلوموني. ما راح اتنلها انا ما راح اعلقها وتنلها راح اسوي لها سلق. ولا اقول لكم بطلت خلاص ولا اقول لكم والله ايش اسمي يعني اسوي لها سلق يعني لازم. في بل في هوك في فخ لا تروحين لا تروحين. علمتك بس انت ما تردين. طيب شو اسوي يعني انا؟ يا جماعة الخير والله مو ذنبي، أنا قلت لها لا تروحين طيب، وقعدت أصارخ حتى بس ما أدري يا جماعة الخير والله مو، إيش دخلني أنا؟ إيش دخلني أنا يا جماعة الخير؟
أمانة إيش دخلني أنا؟ والله العظيم أنا مسكين ما سويت شيء. أو جيك. أو هذا أنت. حياك الله وبياك وأذهب الخطا خطاك تعال. طبعًا راح يطيح البلد وما راح يمديني أضربه للأسف. طبعًا في بعض الأماكن ما يحتاج تسوي ريسبكت. سلام عليهم. يا أخي ليش تصارخ؟ إيش فيك؟ بعدت القلب بغيابك. طلع اليوم انا مروق مع اني لازم ما اروق الفجر الحين وذا. اوكي بيجي من هنا الحين. نايس. اوه طاح. كان راح يطيح بالفخ الخربوطي ذا. هيه يا 360. اوه ما ديد هارت نايس. يا ربي لك الحمد اني لحمت فيه. ترى هذه كنترة لديد هارت اشوى اني لحمت فيه مره. لو ماني ملحم فيه مره والله انه كان لوب فيني صح. كان طيح البلد دي العظيمه. يا لطيف يا ربي لك الحمد. قمطت مع انه صح هذا لازم انا اعرف انه ما ديد هارت يعني ما سوى علي سبرنت ولا شيء. في هنا واحد قاعد يمشي على الزوايا هنا. ايوه هذا تعال 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 معك تول بوكس. ها وهنا فينك بعد. تعالي فينك. والله شكلي بلحق. اس يا الله خرب الفخ هذاك حق هذا. وهنا في واحد قاعد يكسر. سلام عليهم. اوه هذا السبرنت. يا الله لو اني لاحق شو اسمه ذي. طيحوها والله. واو اوكي. والله ابغى اسوي مايني جيم وناظر على الزاويه عشان يحسبون اني بطلع وذا. طلعت انت جيت بمكانه. ثانك يو صراحه. روحي على الفخ يسار يسار. اي انجزي يا لنا الليل. انا جريت نفسي بنفسي. والله جريت نفسي بنفسي. طولت السالفه وهي كانت قصيره. هنا في بلد على اليسار لازم اخليها توصل لها. لازم توصل لها. تعالي هبل هبل بنفسك هبل. يوم انك تعرف نفسك انك قاعد تلعب ضد كيلر وتربر قاعد يسوي معاك كذا فاعرف نفسك انك انت ولا حاجه. مع السلامه. يلا الفخ حقي جاي تحت البلد. يلا ورني شطارتك الحين. روح كسر الفخ عشان يشتغل مره ثانيه هو دايركت لحاله. يلا يلا تعال ورني شطارتك. يلا يلا ورني شطارتك. يلا يلا ورني شطارتك. يلا يلا ورني شطارتك. يلا يلا ورني شطارتك. انت ديد هارت حقك اللي الحين تبغاني. اوكي خلصت تعال ورني شطارتك. انا قلت لك راح اجيبك راح اجيبك. رحت نتحت مشوار لنهايه الماب عشان بس اجيب شو اسمه عشان بس اوكي سوي دي سي. اي سوي دي سي يا مروح. عرفت نفسك انك زلابه. صفى يا ربي. معليش يا جماعه الخير مره مره قهرني ترى. ما اداني العب ضد ايطاليين انا. ما ادري ليش يقهروني. بسوي نفسي ما شفت الشايب. بكسر فيه كذا. الشايب هنا مع السبرنت. هنا انا ورا يساري يساري. ايوه هنا انا بالضبط. دق السبرنت حقك. يلا اخلص وارفع راسك. يب سوي فيها اللي انا الذي نذر الاعمى الى فني. تعال بس تعال تعال. انسدح. وين الاخير؟ نطلع على الاخير سريع سريع. لا اله الا الله. يلا انقز. خلاص خلك بالارض لانه الشايب 99.9% مع انبريكابل. حتى لو ما معي انبريكابل لازم نطيره. علقها يا شيخ. نايس والله.
سالم يا سالم رفع ضغطي يا سالم. اسمه سالم ولا دبب دبب حركات. هو حط سالم صح؟ سالم سالم يب صح. وش رايكم في النقطة الكام على الجهة ذي بدال الجهة ذي؟ شيء حلو صح؟ يب هذا زعلان. دادي بير يا شيخ يبغى يطقطق طشطوشي عاطي هدان ومدري ايش. ابلع بس اوكي. توبيب 30,000 وحاط بلودي بارتي مع انه خلص هذا بس كويس اني حاط بلودي بارتي يا اخي ضامن. لا والله ما يضامن ايش الكذب. حاطها ناس من امس من قبل كم يوم من يوم كان الدبل. على العموم ليتس جو للتحدي اللي بعده. والله واضح بيكون جيم صعب يا اخي. وقت الفجر لاحظت انه ايطاليين واجد لكن على العموم انا حرفيا تاخر الوقت علي. يمكن الحين وانا قاعد العب راح ياذن علي الفجر. لكن في حال لا سمح الله لا سمح الله في حال ما فزت في التحدي راح ارجع اعيد التحدي مو اليوم في المقطع ذا راح ارجع اعيده في قناتي الثانيه حقت البثوث راح اعيد لكم اياه جيم كامل. يا اخي ليش اتفائل بالشر انا؟ نتفائل بالخير ان نفوز. طبعا التحدي هو سهل يا ولي. التنل الرجال ما قال لك لا تتنل وبنفس الوقت الرجال قال لك علق على الزوايا بس يعني 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 صح انه صعبه كبد. لو ايش فيك مأفك؟ انت وخويك واو مأفكين مع بعض نفس الوقت. اوكي المشكله هو جبرني على 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 بيركات وادونات معينه. وان هذا واضح انه معاه دي هات فما راح يطيح البلد حاليا. والله طيحها نايس والله. حياة حلوة. صراحة يا جماعة خير يومني أفكر في التحدي اللي الحين طالع العجلة قدامكم قاعد تدور إنه خوينا قال لي إنه ما كتب لي إنه لا تتنل ولا تسوي سلق ولا تكمبر. يعني الرجال كان عاطيني الحرية إني أتنل وكمبر وسوي سلق. تدرون عرفت ايش السبب؟ التحدي ذاته راح حرفيا انا عدته الحين. نعم هذه الاعاده لي خسرت. نعم خسرت وعينت مره خير. فهذا الجيم الثاني وبهذا الجيم راح اسوي سلق وراح اسوي تنل وان شاء الله اني افوز لانه تحدي صراحه شوي يعني نرفزني. مو الرجال صاحب التحدي لا السرفايفل دخلوا معي لانه التحدي هو يبغاني احط اعلق على زوايا الماب. حلو مو هنا المشكله. المشكله انه قاعد تلعب في ريث في بيركات ما تساعدك. انا ما اقدر امسك جنريترات حرفيا ما في ولا بيرك امسك جنريترات. بيرك نيرس كولينج اتنل فيه بيرك شو اسمه وش البيركات الثانيه نسيت وبيرك ايرون جراسب عشان اشيل وبيرك هيكس ديفاور هوب وهيكس ديفاور هوب ليفل 1 عندي ماني مهتم له صراحه. انا ما اهتم بالهيكسات هيكس ديفاور هوب واي شيء فيعني صراحه انا الحين بتنلهم بعنف صراحه. 2000 years later يلا نلوب معك. تعال لحظيني صفا ربي والله معليش سووا دي سي. تعالوا الحين انتوا اثنين يلا وروني ابداعكم. الشباب ذولي زعلوا علشان شو اسمه علشان يبغون يطقطقون على كيلر. جاهم كيلر يعنفهم بليت الجيم. جاهم كيلر زعلان من الجيم اللي قبل شوي. اوكي تعال انت الحين وريني ابداعك وريني ركضك بالسروال يلا يلا تعال. والله بطيئة الفكة بطيئة مرة. ايش فيك؟ لا تصارخ عيب. طبعا انا ما راح اعلقه راح اروح ادور على الرابع. رابع يا رابع يا شبه الغ اوكي سوى دي سي. واو اوه هذا طايح. من وين سوى دي سي؟ ثينك اوكي شو الجيم ذا؟ اي انت هنا تعال تعال. سبحان الله. اوكي هنا على زوايا الماب وهذا هذه الزاويه شايفين وهذا الهوك هنا قريب. فتعال يا ابو الشباب خلنا نعلقك على الهوك على زاويه الماب اللي هنا مع انه ما ادري يعني يعني ليش فينك سوى الدي سي. شايفين هذا الهوك اعتبروني علقته. طيب اعطيه الهاتش. والله العظيم يعني صراحه ربي يحبني. والله يا جماعه الخير ربي يحبني. الجيم اللي قبله شوي اقسم بالله العلي العظيم اقسم بمن احل القسم انه الجيم اللي قبله شوي رفع مره ضغطي.
انا بالعاده ترى شو اسمه هي اكمل لكم السالفه. هذا الرجال قاعد يشكرني حاليا لانه يعني اعطيته الهاتش. صراحه اشكره له هو انه هو ما سوى دي سي. على العموم انا مشيت في التحدي زي ما قال الرجال بالضبط. الجيم اللي قبل شوي رفع ضغطي مره زي ما شفتوا في اللقطات الاخيره كيف اني سكت يعني مره ترى تضايقت حرفيا تضايقت مره. لكن دخلت الجيم اني على انا مني بتنل حرفيا تحدي يعني مو قاعد العب لعب عادي عشان والله اكون يعني كويس واحط بيركات اللي ابغاها والاشياء اللي ابغاها عشان والله ما اتنلهم ولا والله بتنلهم. ابغى افوز في التحدي. هم انا في النهايه فزت في التحدي لكن هل تحسبوني اني انا مستانس على نفسي انهم سووا دي سي فزت في التحدي؟ اوكي انا ما سويت شيء غلط صح. اغلبكم بيقول انت ما سويت شيء غلط ترى هم سووا دي سي فمو انت والله اللي طلعت من الجيم عشان يعني تزعل. انا زعلان حرفيا اني ابغى افوز في جيم كذا صح. ما ابغاهم يزعلون لانهم واضح انه يبغون كيلر تقطقون معاه بس يوم شافوا الكيلر فنان بنفس الوقت قاعد يتنل تضايقوا يبغون كذا كيلر كيو ترانك 20 يضيع يفلشونه من بعيد. هذا رفع ضغطهم مع اني مستغرب رانكاتهم زي كذا جالسين يتقطقون الكيلرات وكسار زي كذا. والله ما ادري ايش السالفه. على العموم انا بنهي المقطع هنا حاليا وهذا التحدي بالذات انا راح اعيده. بتقولون بتعيده؟ لا يا وليد في ناس كثير يبغون تحديات تطلع. اي نعم انا داري في ناس كثير يبغون تحديات تطلع وبنفس الوقت انا ما راح اعيده على القناه دي راح اعيده على قناتي الثانيه حقت البثوث. بنزله كذا واسمي العنوان التحدي الذي فزت فيه كذا بسميه والله عشان يفهم الناس اللي شافوا المقطع ذا اني انا فزت في التحدي لانهم سووا دي سي مع انه والله ما لي دخل انا ما علينا من الموضوع ده اللي دخل ما لي دخل انا عن نفسي شخصيا عقليتي تقول لي اني ما فزت انهم سووا 3 دي سي مع انه لازم ما لي دخل. فانا بعيده في قناتي الثانيه ان شاء الله تعالى في القريب العاجل يمكن يوم يومين ثلاثه اسبوع اسبوعين لكن ان شاء الله تعالى بنزله بوقت فراغي يكون انا فارغ فيه بسوي ذا التحدي مره ثانيه وانزله في قناتي الثانيه. واللي مشترك في قناتي الثانيه راح يشوف ذا الجيم يعني يشوفه جيم كذا خاص يكون حاله يكون بدون قصقصه وبدون يعني اشياء طويله وبس. والله على العموم كذا نكون وصلنا نهايه المقطع. شكرا لكم على المتابعه اتمنى يكون كفيت ووفيت. في النهايه غالي اذا ما كنت حاط لايك اتمنى تحط لايك واذا ما كنت مشترك اتمنى تنور في ضغط زر الاشتراك وتفعل زر التنبيهات عشان يصلك المقطع اول باول. في النهايه ما اقول غير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.